خشفتيني انا ما نحافيك، ما هجرتك غير نرجع ليك، انت حبي ما نسخى بيك، انت بلادي ونموت عليك، انت بلادي ونموت عليك. حميد بن مسعود الممثل المغربي الاكثر شهره خارج حدود الوطن، دخل اسمه إلى عوالم الإبداع المسرحي والسينمائي جنباً إلى جنب مع كبار نجوم السينما العالمية. البداية كانت في فرنسا سنة 1960 مع فيلم Le Propre de l'Homme للمخرج الفرنسي كلود لولوش، وسيشارك مع هذا الأخير في 8 أفلام أشهرها الحياة، الحب، الموت، الذي حصل بفضله على جائزة أفضل ممثل في مهرجان ريو دي جانيرو. كما شارك في أفلام أمريكية من توقيع أشهر المبدعين، نذكر منهم ويليام فريدكين في فيلمين Le Convoi de la Peur و Rules of Engagement، جون هيوستن في فيلم Anno la Victoire و فرانك هايمر في فيلم Ronan. J'ai besoin d'un contact. Vous devez mettre Colby au courant et votre colonel aussi. C'est pas mon problème, moi. أما وطنيا فقد ساهم في أول فيلم مغربي، شمس الربيع للطيف الحلو، ثم لالا حبي لمحمد عبد الرحمن تازي، وأرجان لحسن غنجة، إضافة إلى العديد من الأعمال التلفزية والمسرحية. أنا في الرأس اللي كيجيني فيه الطب هو المخ، اللسان كيجيني شوية قاصح،